جزائري محب للكرة الجزائرية وكذلك صديق لجميع المغاربة هنا في بروكسل. سي يوسف، بكونك انك جزائري ومحب للفريق الجزائري، يعني كيفاش شفتي المقابلة وكيفاش شفتي ديك الامبيونس ديال المقهى بمولنبيك مع الاخوة المغاربة؟ ما شاء الله، انا شفتها مع اخواني المغاربة في المقهى في مولنبيك وفرحت، زوج فرحات، يعني فرحة تاع الفريق الوطني وفرحة تاع المغاربة كيوقفوا معنا بالعلم تاعهم ويصرخوا كانها المغرب تلعب. ما شاء الله وربي يحفظهم والعاقبه اليهم ان شاء الله. المقابله الاتيه امام الروس تكون نفس المقهى، تكون نفس الامبيونس ان شاء الله؟ ان شاء الله على حسب ما ارى، يعني هذيك المقابله هذوك اللعابه اللي عندنا ان شاء الله من نوع ما شاء الله كما نقولوا، ما نعرفش نعبر، بصح على حسب ما شفتهم ان شاء الله نديروا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. نمشيو للدور الثاني وغادي نكونوا مجموعين نفس المجموعه، المغاربه ان شاء الله، نفس الانصار ان شاء الله، مغاربه وكل المسلمين. شكرا سي يوسف، كنتمنى ان شاء الله التوفيق والنجاح للمنتخب الجزائري الشقيق ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا. وإياكم.